خرجت للزنقه بطبيعه الحال، والزنقه اللي احتضناتني والزنقه هي الام ديالي. يعني من هادر 18 سنه ودابا عندي 28، 10 وراه 10 ديال الزنقه وكذا، وما كنعاني من حتى شي مرض. خديتي الدبلوم ديالك في 2017؟ خدمتي؟ خدمت به وكنخدم غير بكونطرا. كيما قلت لك المجتمع حقا، وترى بنادم عارفك انت مقهور وكيزيد يقهرك، واخا قاري واخا واعي واخا لابس كوستيم وخ... مشاهدي الكرام، مشاهدين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم دائما في إطار تتبعنا للقضايا الإنسانية والاجتماعية. معنا إلياس اللي تربى وكبر في الخيرية كما صرح باللسان ديالو، وكيقول تربينا وكبرنا والحمد لله. 18 عام الأولى دازت زوينة صراحة، كيعترف بالأم المهنية اللي كانت عنده، وهي مشكورة صراحة، لأن باش تسمع واحد الإنسان عنده 28 سنة اليوم في حياته وتهضر على واحد الإنسان دوز مع طفولة دياله واخا ماشي أم بيولوجية وغير أم مهنية وكيدوي معها بهذه الطريقة، فهي صراحة إلا معرفتش أشنو ربات. اليوم إلياس معنا جا باش يتقاسم معنا المعاناة دياله من بعد الخيرية، من بعد 18 عام. إلياس سلام عليكم. وعليكم السلام. عرف الناس بك أكثر. سميتي إلياس، في عمري 28 سنة، ديبلومي في 2017 ونيفو باك. ديبلومي في إنا ديبلوم؟ فندقة غيستوراسيو. الحمد لله. كبرتي كيف ما عرفنا في الخيرية حتى دوستي 18 عام. دوست مرحلة ديال الطفولة زوينة الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني فاش وصلنا للمرحلة ديال دي زويتون تما فين لقينا لي ديفيكولتي في الحياه بزاف. نقول لك خرج، خصك تقلب على راسك، تقلب على راسك وتخدم. الخدمه ماشي عيب الحمد لله، راه كنخدموا عندنا الصحه اللهم لك الحمد. غير ان من النظره ديال المجتمع فينا حنايا كابناء الجمعيه كيتامى اون جينيرال، ونظره خايبه بزاف كاع. هذه كلمه زوينه قلتيها، هادو راهم يتامى. انا تنبغي دائما نستغل الفرصه ونوجه رساله، راه حشومه ولد الخيريه، الخيريه ما تولدش، هذا ولد ماما وبابا تخلوا عليه، او ربما لظروف قهره الله اعلم، الله يعلم بالظروف، او ماتوا او او او، فهو يتيم اليوم، يتيم. والحمد لله انه لقى الجمعيه ديال اس او اس فيلاج، اعتنت به حتى دار 18 عام. ولكن من بعد 18 عام هنا فين كتكون المعاناه؟ تصورنا مع بزاف الناس نفس الحاله ديالك، من بعد 18 عام خرجتي الزنقه. خرجت للزنقه بطبيعه الحال، والزنقه اللي احتضناتني، والزنقه هي الام ديالي. انا بالنسبه لي انا الزنقه هي الام ديالي، وما نكذب عليك ما حتى شي حاجه، وباقي حاليا راه عز البرد والشوك الناس في الزنقه. عرفنا اليوم ما عندكش مأوى، ما عندك لا دار لا والو، ما كاينش، كتبات في الزنقه سنوات. راه من هادر 18 سنه ودابا عندي 28، 10 وراه 10 ديال الزنقه وكذا، وما كنعاني من حتى شي مرض الحمد لله، اللهم لك الحمد. وما كنعاني من حتى شي مرض نفساني حتى شي حاجه، اللهم لك الحمد، كامل قوايا العقليه وان بون سون. علاش قلتي هذه الحاجه؟ حيت بزاف الدراري اللي خرجوا معاكم بنادم دوز الزنقه ومرض نفسانيا وكل لك ادي راسو ولا كيدير شي حاجه اللي ما كايناش، انا لا داكشي حاربته، انا راه واخا في الزنقه خصني نتقاتل باش نلبس ونبان نقيتي، انا نوقف عليك نوقف نهضر معاك، ما خصكش تعرفني كنبات في الزنقه، انا نهضر معايا كانسان، انسان الانسان، والسر ديالي كيبقى عندي. واش فهمتي؟ حيت اصلا الا جيت عندك موستخ ما غاديش تقبلني، غادي تشوفني فواحد النظره ماشي هي. بصح وحنا راه المجتمع مظاهر، راه في 2022 دابا راه المجتمع غير مظاهر. خديتي الدبلوم ديالك في 2017؟ خدمتي؟ خدمت به وكنخدم غير بكونطرا. كيما قلت لك المجتمع حقا، كتسالي كونطرا ديالك غتمشي بحالاتك بحكم حنايا يتامى. واش فهمتي؟ وراه كيعرف هو هذا الشيء، هذا راه كيشوف لاكارت ناسيونال ديالك كيعرفني واش هي يتيم، حيت انا مجهول الهويه، ما مذكورينش الابوين ديالي في لاكارت ناسيونال. كيستغلوها؟ استغلاليين، كيستغلوا هذاك الضعف، كيستغلوا بوسك انك يتيم وما عندكش. هي كتحس بالحقره لانك يتيم، او كنقولوا زعما كاينه تربيتي في الاس او اس
كتحس بد النظره ديال الناس للمجتمع. ما نكذبش عليك، انا راضي بقدر الله الزواج، الحمد لله اللهم لك. انت مختاريتيش؟ لا ما راضي بقدر الله الزواج. ولكن النظره ديال الناس كيفاش كتبغي؟ النظره ديال الناس بغاو يبدلوك، فهمتيني، بغاو يوصلوك لواحد الطريقه انك تمشي ما عرفت شنو غدير في راسك، وداك الشيء انا كنحارب والحمد لله. وانا ضد فكره الانتحار، فكره الانتحار انا ضدها بصفه نهائيه، واخا ما عرفت شنو يكون المشكل ديالك. فكره انه بنادم يعيش الله عز وجل وكل شيء ديال الله عز وجل، واللهم اجعلنا من الصابرين وصافي ونعم بالله الحمد لله. كيفاش كدوز العيد؟ دابا حنا كنعرفوا حنا العيد مثلا العيد الكبير، عاوتي ليا قلتي لي انا العيد الكبير ما كانتش الخدمه سورتو مع كوفيد، وانت الدومين ديالك كان تضرر في كوفيد، الريستوراسيون وهادشي ديال الفندقه ما قدرتيش تخدم، وهذا الناس عندهم عائلاتهم وتوعاتو. انت كيفاش دوزتي هذيك المده بعدا ديال الكونفينمون؟ كونفينمون الحمد لله، اللهم دوزنا العذاب ما نكذبش عليك العذاب، ولكن اللهم لك الحمد كتقول الحمد لله، ما تجيش في الصحه وصافي اللهم لك الحمد. هادشي هذا كيبقى امتحان، وان شاء الله نجحوا بهذا الامتحان، الاختبار اللي عطانا الله عز وجل. وبالنسبه للعيد الكبير راه كتعرفي كلشي كيسد، الناس كتمشي بحالاتها، اللي عنده شي عائله كيمشي كيزورها، وراه كتجي فينا غير حنا كلشي مسدود، يعني غضطر انك تمشي تدق على ناس ما كتعرفهمش باش تاكل. باش اضطريتي تدق على ناس؟ بيان سور بيان سور، مشيت عند ناس دقيت بيبانهم، والصراحه ما حشمونيش صراحه، ضايفوني الله. كاينين ولاد الناس غير هي في اقليل، ما بقاوش بزاف الناس اللي زوينين في القلال بزاف الصراحه الله. حتى راه بنادم عارفك انت مقهور وكيزيد يقهرك، واخا قاري واخا واعي واخا لابس كوستيم واخا ما انا راه شفت شي تجارب راه قهرك الزمان ويزيدو يقهرو وكيزيد يقهرك بنادم. والمشكله بنادم اللي كيقهرك قاري وعنده فلوس وطوموبيل وما عرفت شنو، علاش كنقول لك هادشي؟ هذا وقعوا لي ديزكسبيريونس مع شي ناس هنايا كبار. كاين الفرق ما بين الوعي والقرايه. الله يعطيك الخير، يعني كاين الفرق بين الوعي والقرايه كيف ما قلتي. وبنادم قاري وما واعيش راه بلا ما يقول على راسه راني انسان، راحت علاش؟ قربنا من الحاله ديالك، فين تتبات؟ فين تتنعس؟ فين تدوز الوقت؟ حاليا كنعس تحت واحد القهوه ما نكذب عليك، ما حتى شي حاجه كونكو زعما سيكيريزي، جانتي حمايه. كتخاف على راسك في الزنقه؟ بيان سور كنخاف على راسي، نعرف الزنقه وكنخاف، والله يحسن العون لاي واحد في الوضعيه ديالي الصراحه الله، الله يحسن لي العوانه. وكنتمنوا من الله عز وجل يدير شي تاويل ديال الخير من عنده، ومن الصابرين ديما كنقولها من الصابرين، راه نعيش 100 سنه بحالك الحمد لله، اللهم لك الحمد، اقسم بالله العلي العظيم تنعيش 100 سنه بحالك. غير كيما قلت لك القهر ديال بنادم اللي كيقهر. ما ضركش اليوم الجوع وما ضركش انك تعيش في الزنقه؟ كضرك الناس اللي دارينك اكثر ياك؟ الناس بطبيعه الحال، وراء اي واحد كيمشي كيوصل لديك الدرجه ديال الانتحار راه بنو ادم اللي السبب ديالو، بنو ادم اللي السبب ديالو، راه الحياه زوينه خلقنا الله، راه بنو ادم اللي خسرها. وانا كيف ما قلت لك انا راه ضد فكره ديال الانتحار، واخا نعيش 100 سنه بحالك. تبارك الله عليك الياس، الصراحه يعني الهضره ديالك زوينه، هذا ميساج زوين، وحنا نبغيو الناس يفهموا عافاكم، يعني هاد الناس هادو راهم محتاجين، راه بحالنا بحالهم، بالعكس هما اللي محتاجين اكثر اننا ندعموهم، محتاجين اكثر اننا نطبطبوا عليهم، لانهم هما تزادوا لقاو راسهم بوحدهم، وحنا نلقاو راسهم بوحدهم ونزيدوهم حتى حنا، بارك عليهم غير الظروف ديالهم، الله يكون في العون. دابا عرفنا انك انت اليوم ما عندكش سكن لانك ما بقاتش عندك الخدمه، اش كتطلب اليوم اخويا الياس؟ كذب عليك انا ما باغي والو، باغي غير نسكن بحالي بحال اي واحد، نوصل شي مشروع بسيط نديرو، حيت كرهت الخدمه عند الناس حقاره صافي، غيعرفك كيفاش داير غيستغلك، ليكسبلواطاسيون هي اللي خدامه دابا قليل الا من رحم ربي، هو اللي كيتعامل بانسانيه وكيعرف بينه وبين الله. هما دابا حاليا راه كيتستغلك، انا ما كرهتش ندير شي حاجه ديالي، شي مشروع بسيط واخا ناكل منه غير 20 درهم، المهم ديالي انا وانا اللي خدام فوالا، ونسكن انا كايو شي قبر الحياه كيف ما كيقولوا، قبر الحياه غير قبر، بارك علينا يكفيني، ما نكذب عليك ما والو، الحمد لله مقتنع بالدنيا. الحمد لله خويا الياس، الرسالة ديالك أكثر من واضحة كيف ما سمعتي. خوتي المغاربة، إلياس اليوم محتاجكم بزاف، هو ما كيطلب والو، كيطلب اللي يتعاون معاه، اللي يقدر يتعاون معاه أنه يشوف شي غير فين يتخبى على الشتا والبرد، يقدر يكري ويقدر يخدم. اليوم هو عانى بزاف دوز الخدامي بلي كونترا، وهذا كتسالي كونترا كيقول لي باي باي، سير في حالتك، سير تنعيطوا لك، وكيتعرض بزاف للاستغلال والإهانة، لأنه سوا ديزون ما عندوش الوالدين، يتيم الابوين.
اليوم كيتسنى منكم إلياس خوتي المغاربة أنكم تفاعلوا معاه وتساعدوه. شكرا. كانت معكم مريم فساحي، خلف الكاميرا حمزة بوخنادل، لنا الصورة ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.